ما هو الرابط العجيب بين الهاتف والأنف؟ كلاهما يحتاج أحياناً إلى إعادة ضبط. إعادة ضبط للأنف كما سمعت ونعرفه جميعاً باسم العطاس. صوت عطستي مرتفع، لذا غالباً ما أحبسها. وهل تعلم أن العطسة هي خط الدفاع الأول لجسمك أمام الغبار والأوساخ والبكتيريا والدخان ووبر الحيوانات لا والله لا أعلم. العطسة هي طريقة الأنف الطبيعية لتنبيه وضبط بطانته الداخلية. فعندما يدخل جسم غريب إلى أنفك تلتقطه الشعيرات الأنفية وترسل إشارة تحذيرية إلى الدماغ تخبره أن على الأنف تنظيف نفسه، فيقوم الدماغ بإرسال أمر لجسمك لأخذ شهيق عميق وملء الرئتين بالهواء مع تنبيها للعضلات لكي تتقلص وتتهيأ. يرحمكم الله. يحدث العطاس بثوان، فتغلق الأشفان ويتحرك اللسان إلى سقف الحلق، ويندفع الجسم الغريب مع الماء والمخاط والهواء خارج الجسم، وتعود بيئة الأنف الداخلية سليمة نظيفة. كنت أود القول أن الرابط العجيب بين الهاتف والأنف هو حرف الفاء. أغرب عن وجهي أرجوك. كنت معكم بدقيقة، أنا رافي جروج وهذه منصة محتوى.